بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبته وعشيقته مين؟ عائشة رضي الله عنها. إحنا واحدة من الأمور اللي سويناها في البرنامج أننا حولنا المدينة المنورة بالكامل إلى 3D أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. فتخيلنا وحطينا متخيل هو بناء على الروايات بالأبعاد، كل شيء كان في المدينة. المسجد النبوي كم كان طوله، كم كان عرضه، كم كان يسع. بيوت الصحابة فين كانت؟ فين كان عايش أبو بكر؟ فين كان عايش عمر؟ علشان لما نقرأ في السيرة خرج أبو بكر من بيته ودخل إلى السيرة، أنا متخيل إيش الأمور، فين الموضوع، فين الجنوب، فين الشمال. فقبل أن نتحدث عن القصص اللي حصلت بين الرسول عليه السلام وعائشة، نوريكم بيت السيدة عائشة رضي الله عنها في المدينة المنورة. حين بدأ الصحابة في بناء المسجد النبوي، قاموا أيضا ببناء بيوت للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته بجوار المسجد، فتم بناء بيتا للسيدة عائشة رضي الله عنها. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعضها من جريد مطين بالطين، وسقفها من جريد، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض، وسقفها من جريد أيضا. وكانت أبعاد البيت 4.5 أمتار بارتفاع حوالي 3 أمتار. بالبيت مدخل صغير وحجرة أبعادها 3.5 أمتار في 3 أمتار. وكانت الحجرة من أكسدة الشعر مربوطة في خشب عرعر، والمسافة بين باب الحجرة وباب البيت 3.5 أمتار. ذكر البرزنجي أن بيت السيدة عائشة رضي الله عنها كان له بابان، باب غربي يفتح على المسجد من الناحية الغربية ويلاصق الباب الغربي لكل حجرة بالمسجد، وباب شرقي يفتح في الممر الذي بين الحجرات، وكان من عرعر أو ساج. يلاحظ أن الجدار الغربي للبيت هو جدار الحجرة الغربي، وباب البيت الذي هو على المسجد هو باب الحجرة الغربي، ويوجد ممر خلف الحجرات وهو الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم للمرور على نسائه. ورد أن باب الحجرة عرضه يزيد عن ذراع أو ما يعادل 70 سنتيمتر، وارتفاعه 3 أذرع أي ما يعادل 1.5 متر تقريبا. وذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أيضا أن سريرها كان من الجريد وله وسادة، وفراش الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الأدم وحشوه ليف، فقد كان بيته صلى الله عليه وسلم بسيطا خاليا من مظاهر الترف. فتح العالم من هذا البيت. اللي هو يعتبر يعني واحد على 100 من أحجام بيوتنا. لازم نفهم أنه تعب عليه الصلاة والسلام من أجلنا، وأن الموضوع ما كان بالسهل، وأن كل القصص اللي مع عائشة رضي الله عنها اللي نسمعها، لا تتخيلوا أنه جالس في بيت وفي حمام وفي صالون. شفتوا الصالون عليه الصلاة والسلام؟ 60% من الزيجات في أمة محمد تنتهي إلى طلاق. هذا معناه أنه إحنا ما إحنا فاهمين ولا محمد الزوج ولا عائشة الزوجة، مع أنه من أكبر النعم عليكم أن رسولكم ما في تفصيل عنه إلا موجود في الكتب. أكثر شخصية في العالم كتب عنها هي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا أنتم من أمة عيسى عليه السلام، إيش معروف عن عيسى عليه السلام؟ أمور قليلة. هذه من أكبر النعم أنه ربنا حفظ لكم قائدكم، أنه أبغى أعرفه كزوج حعرفه، أبغى أعرفه كمدير حعرفه، أبغى أعرفه كصديق حعرفه. نعمة، ولكن نعمة محشوة في الكتب، ما في أحد قاعد يطلعها.